بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس وفارس أوفيشل. مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون آخر أخبار الأندية وبعض من صفقات الانتقالات الأخيرة اللي تمت في اليومين الماضية. قبل ما أبدأ مقطع اليوم أتمنى منك إذا كنت جديد على القناة تشترك. كل اللي باقي لنا 1500 مشترك ونوصل بإذن الله 100,000. متأكد لو كل شخص اشترك راح نوصل هذا الرقم بالراحة اليوم بإذن الله. وأوعد أي شخص يشترك أنه يستمتع في محتوى القناة. الشيء الآخر اضغط زر لايك لنوصل هذا المقطع 3000 لايك عشان نستمر بنقلكم الأخبار الحصرية عن الدوري السعودي واللي ما تشوفوها في أي قناة ثانية. وآخر نقطة حابب أوضحها، طالع لكم الآن حسابي في الشاشة على الانستغرام، تابعوني هناك أنزل بعض من الأخبار الحصرية وأسولف معاكم وأشوف اقتراحاتكم للقناة. وهذا الشيء اللي كنت حابب أوضحه، وأتمنى طول ما نتكلم في مقطع اليوم تذكرون الله عز وجل لأنه فيها أجر جدا عظيم، ما راح تخسر أي شيء. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، صلي على النبي، والله أجر جدا عظيم. وخلونا نبدأ في مقطع اليوم. نبدأ في أول خبر عندنا في حلقة اليوم، وهو عن لاعب نادي الهلال السابق الأسطورة والإيطالي سيباستيان جوفينكو. نعم، الخبر يخص هذا اللاعب المبدع ولن يعتبره من أساطير الدوري السعودي الصراحة في السنوات الأخيرة. اللاعب قدم مستوى جدا جميل وما ننكر اللي سواه في المواسم الماضية الأخيرة، وكان أحد الأسباب الرئيسية بعد الله عز وجل طبعا واللي سووه الإدارة وكل شيء في أنه الهلال يحقق دوري أبطال آسيا ويحقق الدوري ويقدم هذا المستوى الجميل جدا في المواسم الماضية. على العموم كلامنا مو هنا، الخبر يقول أنه اللاعب وصل الآن لقطر. ليش وصل لقطر؟ انه حسب المصادر والاخبار تشير انه اللاعب اتفق بشكل رسمي مع نادي الغرافة القطري عشان ينتقل لهم ويكمل مسيرته، وغالبا راح يعتزل هناك او ممكن حتى بعد ما يروح القطر يلعب سنة سنتين وبعدها يرجع لإيطاليا، لانه هو حلم اللاعب حسب ما سمعت انه يعتزل في النهاية في إيطاليا. الصراحة صفقة جوفينكو راح تضيف لأي نادي ينتقل له، بعيدا عن اللاعب كبير في السن، ولكن كريستيانو رونالدو أكبر مثال. كريستيانو كبير لكن شوف الآن راح لأحد أكبر أندية العالم مانشستر يونايتد. لذلك سيباستيان جوفينكو ترى من اللعيبة اللي نوعيتهم حتى لو كبر ما ينخفض مستواه بهذاك الشكل، ممكن ينخفض حبة حبتين لكن تلاقيه محافظ على مستواه بشكل كبير. وأنا أذكركم راح يتألق وراح يثبت نفسه في الدوري القطري بشكل كبير مثل ما أثبت نفسه يوسف بلايلي وغيره من اللعيبة. كل التوفيق لجوفينكو، والصراحة كنت أحد أهم اللعيبة في الدوري السعودي. الآن نروح للخبر اللي بعده واللي تكلمت عنه سابقا في أحد الحلقات، أنه إدارة نادي الأهلي قررت رسميا الاستغناء عن عثمان الحاج، والآن تم الإعلان بشكل رسمي عن النادي الأهلي أعلن خروج اللاعب، ولكن ليس بالانتقال إنما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. اللاعب طبعا باقي في عقده موسمين، الآن راح تتم إعارته لنادي العين السعودي. فأنا بالنسبة لي إعارة عثمان الحاج مفيدة له. أولا هذه هي الفرصة الأخيرة لعثمان الحاج، خصوصا أنه نادي العين باع تقريبا كل المهاجمين اللي عنده، تقريبا بقى عثمان الحاج وممكن مهاجم أجنبي فقط. لذلك هذه فرصة عثمان الحاج، إذا أثبت نفسه ممكن يرجع للأهلي الموسم القادم ويكون موجود على دكة البدراء ويصير الأهلي يستخدمه في حال احتاجه. أما في حال ما أثبت نفسه خلاص يقولوا له مع السلامة وبالتوفيق لك يا عثمان الحاج. الصراحة اللاعب تمت إعارته الأندية كثير وما أثبت نفسه مع أي واحد منهم، لذلك أنا أتمنى له كل التوفيق، ولكن في النهاية مصلحة النادي أكبر من أي شيء آخر. الآن نروح للخبر اللي بعده وهو يخص نادي الاتحاد. بعد غيابه عن المباراة الأخيرة رسميا الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي يعلن جاهزيته للمباراة القادمة أمام نادي أبها في الجولة القادمة اللي هي الجولة الرابعة من الدوري السعودي. الصراحة قروهي أحد أهم حراس الموجودين في الدوري السعودي حاليا إن لم يكن الأهم، وغيابه أكيد راح يأثر على الاتحاد، رغم أنه هذا الشيء في المباراة الأخيرة ما أثر الصراحة بشكل كبير. يعني الحارس راكان النجار أثبت أنه عنده إمكانيات جيدة ممكن يمسك الخانة في حال غاب مارسيلو قروهي، ولكن ما شاء الله الآن الاتحاد، أنا أقول لكم حتى لو غاب مارسيلو قروهي 5 مباريات ما راح ينضر أبدا في الخانة. وقعوا مع صالح الحيميد حارس النصر، وأيضا عندهم الحارس الشاب أسامة المرمش، وحتى راكان النجار ما قصر في المباراة الأخيرة. لذلك أنا أقول لك يا قروهي ترى حتى لو غبت ما راح يفتقدوك الاتحادية بشكل كبير، رغم أنه أنت غيابك ترى خسارة، صحيح هو خسارة بس ما راح يفتقدوك. الآن نروح للخبر اللي بعده، وصل رسميا حارس نادي الرايد الإسباني وحارس نادي أثلتيك بلباو السابق إياغو إلى القصيم عشان يشارك في المباريات القادمة. الصراحة الحارس هذا يا جماعة الخير اللي ما يعرفه ترى عنده إمكانيات جدا كبيرة،
وأنا بالنسبة لي هو حاليا أحد أهم 5 حراس موجودين في الدوري السعودي، وإدارة نادي الرايد محظوظين بهذا اللاعب، وأنا متأكد أنه راح يساعدهم هذا الموسم في أنهم يواصلون هذا الأداء اللي قدموه في الجولات الأخيرة. يعني الرايد في 3 جولات حتى الآن في الدوري السعودي فاز في جولتين وخسر في واحدة. الرايد قاعد يقدم مستوى جميل، وتواجد حارس كبير مثل إياغو راح يساعدهم في أنهم يواصلون على هذا المستوى الكبير، وأنا متأكد من هذا الشيء. بالتوفيق للحارس. نروح للخبر اللي بعده. أكدت مصادر أنه اللاعب البرازيلي بتروس اشترط على إدارة نادي النصر في حال أنهم حابين يتخلصون منه، أنه إذا ما وصل له عرض يبلغ 6 مليون دولار أنهم هم يتكفلون بالباقي. فأنا ماني عارف جمهور النصر، وأتمنى منكم التوضيح، هل هذا الشيء يعني أنه رسميا أنسلمو ما راح يقدر يشارك في أي مباراة طول ما بتروس موجود وما انتقل لأي نادي آخر، ولا وش القصة؟ لأنه الصراحة أنا محتار من الموضوع، الموضوع محير وما شفت أحد تكلم عن الموضوع بشكل كامل. كل اللي انتشر أنه هذا الخبر أنه بتروس طالب منهم في حال ما في نادي دفع 6 مليون دولار هم يدفعون الباقي. فهل يعني أنسلمو ما راح يشارك المباراة القادمة ولا لا؟ أتمنى منكم أنتوا توضحوا لي تحت في التعليقات. والآن نروح للخبر الأخير في حلقة اليوم اللي كثير منكم جايين عشانه، مشاركة عمر السومة أمام نادي التعاون. كلنا عارفين أن عمر السومة جاته إصابة قبل فترة، وقالوا أنه راح يمكن يغيب 3-4 مباريات، ولكن الحمد لله عمر السومة قاعد يثبت ما شاء الله تحسن كبير في الأيام الأخيرة، مما أكد أنه هذا اللاعب جاهز للعودة من جديد في المباريات القادمة. ولكن هل يشارك أمام التعاون؟ تم التأكيد أنه اللاعب ما راح يشارك أبدا. خذ المعلومة، عمر السومة لن يشارك أمام التعاون والنادي ما راح يخاطر فيه، ولكن حسب الأخبار تشير أنه عمر السومة بإذن الله راح يكون جاهز للمباراة اللي بعدها أمام نادي الفتح في الجولة الخامسة في ملعب الجوهرة. أتمنى أنه النادي الأهلي في المباراة القادمة يهزم التعاون، وبعدها جمهور الأهلي في مباراة الفتح يحضر بشكل كبير، لأنها راح تكون في الجوهرة. أولا لأنه اللعيبة كلهم راح يشاركون في المباراة الجديدة بجانب العقيد عمر السومة الأول مرة، لذلك راح يكون شيء جميل، ولاعب كبير مثل عمر السومة يستحق منكم الدعم والتحفيز. كثير قاعدين يحاربون عمر السومة في الفترة الأخيرة، ولكن أنا أقول لكم عمر السومة أسطورة وأحد أهم اللعيبة في تاريخ الدوري السعودي، ولم ينتهي أبدا. الإصابات في النهاية، اللي يقول لاعب إصابات صارت كثيرة، مع احترامي لك الإصابات هذه ما هي شغلة عمر السومة أبدا. الإصابات هذه تجي من قضاء الله وقدره، إذا الله كتب لك راح تصاب مين ما كنت راح تصاب في هذه اللحظة. عمر السومة ما له أي دخل أبدا في هذه المواضيع، اللاعب يجتهد ويقدم كل ما عنده. ممكن أنت تجيب أحسن مهاجم في العالم للأهلي وفي لحظة واحدة يصاب، لذلك لا تظلمون السومة وتحطون هو المتسبب. كل التوفيق لعمر السومة، وإحنا متأكدين أنك راح ترجع أفضل وأفضل. هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع ولسه ما اشتركت عليك الآن شعار القناة، اضغط عليه واشترك واختار أحد المقطعين وعدك بإذن الله أن يعجبك. فارس وفارس أوفيشل، اللهم صلي وسلم على سيدنا نبينا محمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، وفي الختام دائما أبدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.